ولهذا تركيا طبعا شيء يعني مساعدة تركيا لإسبانيا وإيطاليا والدول الأخرى هي شيء آخر من من التبرعات الذي هل نحتاجها أو لا. تركيا تحتاجها كدولة كحكومة تحتاج أكيد يعني هذا ستأتي ب لكن يبدو بأن هناك خلاف دكتور مع المعارضة مع حزب الشعب الجمهوري مع رؤساء بلديات إسطنبول وأنقرة، لماذا وقع هذا الخلاف؟ هذا ليس هذا خلاف من طبيعة المعارضة، يعني المعارضة لو نقول قبلة هي هنا يقول لا هي هنا، يعني هذه من طبيعة المقارنة. لكن هناك ظروف استثنائية الآن، هل المرحلة تسمح بالمناكفة السياسية؟ والله لا أحد يطلب منهم أن يتبرعوا، المعارضة عادة لا تتبرع، يعني ليس لهم هذا الاعتياد بالتبرع، يعني التبرع هي ميزة المتدينين والمخلصين، يعني عادة في تركيا اليساريون الذين يعتبروا يعني يعتبروا أنفسهم يساريون عندما يكون هم يكرهوا كلمة التبرع، يعني هم يكرهوا كلمة التسامح، يقول الحكومة لابد أن تقدم كل الشيء. يعني يا سلام، يعني الحكومة أحيانا لا تكفي، يعني لو لك أي قدرات للمجتمع المدني أو تحشيد المجتمع المدني هي فرصة كبيرة، وتركيا هي كبيرة ليس بحكومتها فقط، ليس بدولتها فقط، لكن وليس دكتور بجنودها فقط، أطلقوا حملة تركيا هي تبرعات قوية. وتم تجميد الحسابات البنكية التابعة لحملتهم. نعم، يعني ما هو السؤال؟ عفوا، يعني هم أطلقوا حملة تبرعات نعم ودعوا للتبرع ووضعوا حسابات خاصة منفصلة عن حملة الدولة، وتم تجميد هذه الحسابات وتم إبطال هذا الأمر. هذا كان فيه بعض النوع من الفساد طبعا فيه، على سبيل المثال هم وضعوا بعض الأشياء، بعض الصناديق للشيء، وفي الأول هم عندما يتبرعوا هم يجمعوا المال لا تعلم لماذا يجمعوا، يعني وهذا كان فيه شبهات حولها، يعني أظن هذا كان له شيء، كان له ناحية أو جانب فساد أو قضائي، يعني لأن تلك التبرعات لابد أن يقدموا من ناحية الحكومة، هي ليست حكومة الحزب العدالة والتنمية فقط، الحكومة هي حكومة للكل، لو يأتي التبرع لابد أن يأتي من مركز واحد ويوزع من مركز واحد، لماذا أنتم تجمعوا المال في طيب دكتور هل ترصدون فقط؟ نعم عفوا، ليس في تركيا فقط، في كل العالم جمع المال هو تحت رعاية الاستئذان، يعني تحت سماح الحكومة المركز.